السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا شغالين واكتشفنا ان في حاجتين خابطين في بعض والاتنين على نفس الارتفاع، نحل المشكلة دي ازاي؟ يعني لو انا عندي مثلا هو ضغط اهوت، تمام، وفي مثلا بايب او ضغط اخر ماشي في نفس الارتفاع، تمام، هتلاقي عامل كروس، فاحنا عايزين نتجنب الموضوع دوت، تمام. طيب لو عندنا عايز انا اتفادى مثلا حاجه زي الضغط ده او حاجه زي كده اهوت، تمام، في هنا هتلاقي عندنا في الادوات الخاصه بالفنتريشن انجل تو هوريزونتال، ده وانا برسم، ودي شرحناها في فيديو هتلاقيه على قناه بيم اريبيا، او كروسنج يعني هقول له ايه، هقول له انا عايز الضغط دوت لما يجي في التقاطع دوت يتجنب الجزء ده ويغير الارتفاع بتاعه. ازاي ده بقى؟ select the first point، اختار اول نقطة واختار ثاني نقطة، وبيقول لي انت عايز التوب بتاعك يبقى على ارتفاع كام؟ خليها 3200. طب بزود 90؟ لا، انا عايزها بزود 45. اقول له اوكي، هيبدأ يعمل لي الحاجة بالشكل دوت. فده طريقة سهلة جدا لحل لما يكون في كلاش او في حاجتين خابطين في بعض، اقدر ان انا اقول له بزاوية معينة اطلع وانزل تاني.